السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم راح نعملوا وصفه البيتزا باسرع نجاح، تجي بزاف خفيفه. بسم الله، عندي كاس ونص تاع الحليب الدافي، ما تحطوش سخون وما يكونش بارد، اذا كان سخون بزاف راح يحرق لكم العجينه. عندي مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، ومغرف كبيرة تاع حليب مجفف ولا حليب بودرة. اللي ما عندهاش الحليب المجفف هنا تقدر تستغنى عليه، بصح يمد قوام خفيف 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 وهشاشة للعجينة، ولكن معليش تقدروا تستغناو عليه. اللي ما عندهاش نغطيها ونخليها تتفاعل مع بعض حوالي 10 دقائق. بعد 10 دقائق نرجع لها، نصيب الخميرة هذيك ذابت، نحط لها نص كاس تاع الزيت، ونحط معاها هنايا ملح، نص مغرف كبيره تاع الملح، ونبداو نحطو في الفارينه. عندي الكاس الاولاني، الثاني، وهذا الثالث، والرابع نحطو قدامي، ويعني كي نسحق نزيد. نبقى نجمع في لاباط. هنا ما نديروهاش طريه بزاف وما نديروهاش يابسه، نديروها عاديه، يعني نعطيت لكم الفارينه مقادير مضبوطه. ونوعيه الفارينه ثاني تعمل فرق. هنا الكاس الرابع نبقى نضيف فيه بالعقل، ونحط له نص باكي تاع خميره الكاطو، يعني خميره الحلوى، ونكمل نجمع بالفارينه. انا الكاس الرابع كملته كامل، وهذا الخامس. نقول لكم بلي كل كاس تاع فارينه يدير لكم خبزه تاع بيتزا. هكذا نبقى نجمع فيها، ما نتسرعوش في الفارينه. وقلت لكم نوعيه الفارينه تعمل فرق، اعملوا بالفارينه تاع الباكي تاع الشكاره هذيك الكحله، ما تجيش شابه في البيتزا، هي تجي عاديه ولكن ما تمدش هذيك القوام الخفيف. انا وريت لكم شحال بقات لي فارينه، ربع برك، ربع كاس. نحيها هنا، نحطها فوق يعني وين نخدم، ونحاول نجمعها فقط بهذه الطريقه، يعني حوالي 2 دقائق حتى نشوفوا المقادير ندمجوا مع بعض. هاي ليك، نعاود نرجعها وين كانت، نغطيها. هنا فقط نقول لكم بلي غطوها بغلاف بلاستيكي، ومن بعد زيدوا فوقها يعني اي حاجه اللي تكون نقيه. عندي هنا صلصه البيتزا اللي تجي بزاف بنينه، عندي 3 حبات طوماطيش، حبه تاع بصل، وثلث فصوص تاع الثوم. نحطهم كامل هنا في الميكسور. صلصه سهله خفيفه وتوجد في 2 دقائق. هنا عندي نص كاس تاع الماء، ورايحه نرحيهم مع بعض. نحط مقلاه، نحط فيها 3 مغارف تاع الزيت يسخنوا، ونحط فيها هذا لاصوص تاع طوماطيش. وعندي 4 مغرف تاع طوماطيش مصبره. هنا نقول لكم راحين تشوفوا اللون تاعها ماشي شباب، على قد ما تغلي، وحطيت لها الملح، على قد ما تغلي تتكثف تولي لونها بزاف شباب. وعندي زعتره نخليها تغلي حتى تكثف لي، وترجع عندي يعني صلصه ثقيله. هاي ليك، على قد ما تغلي على قد ما تعاود تكتسب اللون الاحمر. هنا رايحه نوري لكم انواع الاجبان اللي مالفا نخدم بهم، بزاف اللي سقسيتوني عليهم. هذا نشريه عادي بالميزان، وهذا في فرماج غوج، وهذا اي فرماج عندكم. انا نخلط نوعيه جيده مع نوعيه تكون شويه شويه، نربيهم كامل ويعطوني اروع نتيجه. فوالا هنا خمرت لي، الله يبارك، شوفوا قد ما ولات ضعف حجمها. هاني غطيتها، انا عاود غطيتها بالساشي، يعني كنت برك نسيت. ورايحه نبدا في التشكيل. صدقوني هاد البيتزا تجي روعه. ندير شويه فارينه، لاباتي خمرت لي، نحيها. هنا ما نعجنهاش، نحي لها فقط بهذه الطريقه هكذا الخميره، يعني ما نطيحش عليها عجن عجن حتى تولي لي إلاستيكي، ما تولي لي شابه. هنا قسمتها على 4، انا تقريبا ندير لي 4 خبزات ملاح، واللي ما عندهاش غاشي بزاف حبه تنقص تدير يعني كاس تاع الحليب هكذا. هنا ما نروحوش قبالة، نفتحوها نغطوها ونزيدو نخلوها تريح حوالي 10 دقائق. بعد ما ريحت لي 10 دقائق نبدا نفتحها. نقولكم اذا تسرعتوا في البيتزا وبديتوا تفتحوا فيها، نتوما تفتحوا هي تولي مش حيجيكم شابه، والشكل تاعها يجي معوج. دونك خلوها تريح، مدوا لها 10 دقائق، يعني كل ما تسحق الوقت انها ترتاح مدوا لها هكا باش تجيكم شابه. هنا نفتحها، لازم نفتحوها رقيقه. البيتزا من اسرع نجاح تاعها انها تنفتح رقيقه، باش من بعد يعني تجيكم شابه وخفيفه. راني وريت لكم الحجم، فوالا حوالي 2 مليمتر.
المهم تكون رقيقة مع الراحة تولي بزاف هايلة. نحطها هكا، انا نحب نديرها في ورق الطهي وكل واحد يدير واش يحب. هنا عندي فرماج ابيض، جبن ابيض. انا واش درت له، درت له زوج مغارف حليب مع 100 غرام تاع الفرماج، وطلعتهم بالباتور باش تحصلت على يعني فرماج يكون خفيف ويخرج لي تمتم من لابوش. هكذا نحطه مع الاطراف ونحط بيض البيض ونبدا يعني نقلب في الطرف هذاك تاع البيتزا. يعني هنا راهي واضحه الطريقه، انا كنت بديت ندير في بياض البيض منه فقط عن بالي راني نصور. هكذا زدت وريت لكم باش ناكد لكم، ديروا بياض البيض باش ما يتفتحوا لكمش الاطراف، على قد ما يتنفخوا ما يتفتحوا لكمش. هكذا هنا رايحه تبان لكم يعني ما تجيكمش مدوره، نقول لكم كملوها كامل ساير داير ترجع لكم خبزه بيتزا مدوره. انا راني موجده لهيه يعني عده اشياء باش نزين بهم، وانتم زينوا البيتزا تاعكم كيما تحبوا. انا عندي زيتون، الفرماج كنت وريت لكم، يعني عندي فلفل حلو، فلفل حار، اعملوا الحاجه اللي تساعدكم. اللي حبت تدير الطون، اللي حبت تدير المايس، كل وحده تدير واش تحب. اللي حبت تدير البصل مع الاطراف. رايحه نحط عندي صفار حبه بيض مع زوج مغارف تاع الحليب. اللي ما عندهاش البيض، الصفار البيض، تقدر تدير مع الاطراف فقط شويه قهوه بريس مع الحليب، زوج مغارف قهوه، زوج مغارف حليب عادي، وتمسح بها الاطراف. هنا نقطعها بالمقص فقط نعمل لها تزيين برك، يعني كي تقطعوها من الاطراف قطعوها خفيف برك، ما توصلوش حتى وين كاين الفرماج باش ما يخرج لكمش. هكذا ويعطيها يعني شكل شباب كيما راكم تشوفوا. هلا قطعتها كامل. عندي صلصة الطماطم هاي اللي شوفوا كيفاش يعني كي تعقدت لي وطابت وتجمرت، شوفوا كيفاش ولات على لونها يعني هايل بلا ما تضيفوا لها حتى حاجه، لا عكري لا حتى حاجه. العكري ماشي بنين في البيتزا. الاجبان اللي كانوا عندي رابيت كل واحد وحده هكا باش نعرف يعني شحال نحط. انا دائما نخلط شويه جبن احمر، يعني على بالي غالي بصح نشري قيس 10000 12000 باش يمد لي الكو برك، والاخر نشري اي فرماج مال فين معتمدينو. عندي هادو كويرات تاع الدجاج، واش درت، درت خذيت صدر صغير تاع الدجاج، درت له شويه ملح، فلفل كحل، ثوم، ورحيته، درتو كويرات هكذا وحطيته في المقله قليته يعني على نار متوسطه حتى طابوا لي عاديين. عندي هنا فلفل حلو. من اسرار نجاح البيتزا انكم ما تروحوش تحطوها مباشره طيب، لازم ترتاح 15 حتى 20 دقيقه. ناكد ونعاود انه من اسرار نجاح البيتزا انها ترتاح 15 دقيقه حتى 20 بعد التشكيل، هكا باش تجيكم الاطراف خفاف وهشاش. هاد الفيديو راح يجيكم شويه طويل نوعا ما على الفيديوهات اللي مالفين نعملوهم، بصح حاولت نمد لكم كامل اسرار نجاح عجينه البيتزا. هذه واحده اخرى يعني رقم 2 كنت درتها لكم بنفس الطريقه كيما المره الاولانيه، حطيتها هكذا بهالطريقه، حطيت لها الفرماج مع الاطراف. صدقوني هاد البيتزا تجي ما تنشبعش، تجي خفيفه 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 وبنينه. بياض البيض مع الاطراف كيما المره الاولانيه، ونعاودوا نفس الطريقه، نغلقوا الاطراف. نزيد ناكد ونعاود لكم يعني بلي عجينه البيتزا فتحوها رقيقه. رايحين نهضروا على الفرن. الفرن لازم يكون شاعل على 180 درجه سخون 10 دقائق مقبل. نحطوا عجينه البيتزا عادي يعني في وسط الفرن، غير تصفار من تحت نشعلوا لها من الفوق. اذا حسيتوا باللي الاطراف تاع البيتزا مازال ما تحمروش والفرماج ذاب، غطوها من الفوق بورق الطهي ولا غطوها يعني بغطاء تاع زجاج ولا حاجه، مهم اللي ما تخسرش لكمش في الفرن، وخلوها تكمل طيابها. يعني اذا حسيتوا الفرماج ذاب والاطراف ما حماروش، خذوا قطعه من ورق الطهي قطعوها على حسب الدائره الوسطانيه وغطوها.
هكذا الفرماج يكمل يذوب لكم الاطراف يحمروا بلا ما يبس لكم الفرماج. هنا رايحه نعملها هذه بالطون، يعني خذيت الطون تاع الزيت، انا درت على حسب اذواق يعني ولادي واش يحبوا. هكذا درت لكم وحده بالطون وحده بلا فيونداشي، نفس الطريقه عمري ما ندخلها الطيب حتى ترتاح لي 15 دقيقه ان شاء الله. رايحه نكملها هذه بيتزتنا بعد ما طابت، هذه اللي قطعناها بالمقص، انا فقط ضفت لها حبه تاع زيتون، هذا واش كان الفرق. وهذه اللي كانت بالطون، يعني شوفوا البيتزا تاعنا كيفاش تتنفخ في الفرن. نقول لكم ونعاود لكم اسرار نجاح عجينه البيتزا، باش تجي خفيفه وهشيشه ومقرمشه من الاطراف والطريه من الداخل، لازم تخلوها في سنيوتها بعد التشكيل 15 دقيقه. شوفوا كيفاش تجي القوام تاعها، يجي طري، شوفوا كيفاش تجي خفيفه. انواع الاجبان هذوك يعني اخترنا جبن مليح مع ماشي مليح، بصح مع الاخر ما درنا نتيجه، يعني النوعيه الجيده اكيد مش حتكون كيما باقي النوعيات. هاي ليك الاطراف هذوك يجوا خفاف خفاف خفاف، يعني بزاف اللي يقولوا لي لاباط تجينا يابسه، تقسمت لكم هذه ثاني فوالا، ورايحه نوريها لكم كيف كيف. شوفوا الحموريه كيفاش تجي حمراء، يعني هايله. وصفتنا نهار اليوم هذه هي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم.